كان سبق لكم اتصلتوا بي قبل ملي كنت وضعت الشكايه في المحكمه الابتدائيه ديال الرباط نيابه على الفنانه لطيفه العفت اللي تعرضت من طرف الكاتب الاقليمي اللي كيمثل العداله والتنميه في اقليم سيدي قاسم اتهامات واكاذيب وتضليل وتهم على اساس انها اخذت مبالغ معينه ما بين 300 حتى 500 مليون مقابل واحد السهره نظمتها في الحوافات تطوعيا لانها كيف ما كان الحال عندها 32 سنه ديال الفن حاولت ما امكن تعطي واحد الوقت معين للجماعات المحليه والقرى كما تعلمون هذه القضيه دي. على كل حال تحلت الشكايه من اجل الاختصاص للمحكمه الابتدائيه امام السيد وكيل الملك المحكمه الابتدائيه ديال سيدي قاسم باعتبار ان فاعل تتوجد فاعل الاصلي كيتوجد في التراب نتاع وصرح او قام بالجرم داخل التراب ديال هذه المحكمه هذه السيد وكيل الملك غادي ينظر الشكايه بناء على هذا الاختصاص هذا. اما الجزء المتعلق وهنا كنبغي نبال واحد القضيه معينه وهي ديال ان بعض الناس تيكسبوا لطيفه العفت تجروا العثماني الى السيد العثماني الى القضاء. انا تنقول بانه ابي نعم اللي خلنا ندخلوه لهذا الشكايه هذه باعتبار شكليا باعتبار انه ما اعتذر شيء وباعتبار انه ما قام به الكاتب الاقليمي من تجاوزات وافعال وخطاب وغير قانونيه وتنشرت على المستوى الالكتروني ولحقت ضرر كبير بالجماعه ديال الحوافات وكذلك بالفنانه لطيفه رأفت. انا تنقول بانه احنا وجهنا الشكايه ديالنا ضد الكاتب الاقليمي من جهه باعتباره الفاعل الاصلي ومن جهه ثانيه ادخلنا الحزب الذي ينتمي اليه والذي يمثله السيد العثماني هو الامين العام. جانب اخر اللي غنبغي نقوله بانني طلعت على بعض المواقع الالكترونيه اعتقد كاين واحد الموقع الالكتروني يسمى اشنو ولا الجيدير ولا اش كاين وشنو ولا اشنو هذا ما عرفتش انا هذا الموقع هذا صرح بانه السيده لطيفه العفت تنازلت على الشكايه ديالها مقابل اعتذار ديال الكاتب الاقليمي والسيد العثماني ليها. هذا الشيء غير صحيح. وانا كنبه هذا الموقع هذا للقانون ديال 2016 اللي كينظم الصحافه والنشر وان في جانب جنائي يعاقب على هذه الاكاذيب وهذه الشائعات والتضليل لان اولا وقبل كل شيء لا بتصريحات ليس له سند فيها. هذا من جهه. انا حاولت ما امكن بعد اتصال ديال مجموعه ديال 25 صحفي اعتقد كلهم جاوبتهم في حدود الاجراءات اللي سمت فيها الشكايه. فمن بعد ما غادي نوضعوا المسلول النيابه العامه ونوضعوا للمحكمه غادي يكون لكل مقال او لكل جواب الوقت ديالو. فانا كنبه هذا الموقع هذا وباقي المواقع اللي كيمكن ليها توضع اشاعات من هذا النوع هذا وكيعرفوا بان هذه المواقع كيشوفها الملايين ديال البشر خصهم يعرفوا بان القانون ديال 2016 راه باش ينظم هذه المواقع هذه والمصادر ديالها ديال الاخبار ديالها الى غير ذلك. فلهذا انا كنعطيك اخر مستجدات ديال هذا الملف هذا ومن بعد التكييف ديالو امام السيد وكيل الملك او الاحاله ديالو والاستماع للاطراف غادي يمكن ندليو كذلك ما يفيد في هذا الملف.